خلال شهر رمضان بكل حلقة من حلقات برنامجنا فولو أب رح نرصد لكم ونختار أهم المواضيع يلي بتشغل رواد مواقع التواصل الاجتماعي من أحاديث جدلية وكومنتات قوية. رح نتجه أكيد للمسلسلات والأفلام المعروضة برمضان. خلونا نبلش بمسلسل فلانتينو للفنان المصري عادل إمام بعد الجدل يلي صار بعد عرض الحلقة الأولى. المشكلة يلي ظهرت بأحد المشاهد لمدرسة فلانتينو الدولية علم مصر بالجوار علم بريطانيا، إنه علم مصر مرفوع بالمقلوب، فظهرت بترتيب الألوان علم مصر الأسود بعدين الأبيض بعدين الأحمر، وهي طبعاً لازم تكون معروفة إنه أول شيء الأحمر بعدين الأبيض ثم الأسود. خلونا نتابع الفيديو. ديله ملف والباب يفوت جمل، إحنا عندنا هنا ديله ملف والباب يفوت جمل، إحنا عندنا هنا. من أهم الكومنتات يلي إجت عليها كان عندي أحمد عم بيقول: أحمد للأسف زعلت جداً لما لقيت مشهد في أول حلقة من مسلسل فلانتينو إنه علم مصر متعلق في المدرسة أو معلق بالمدرسة بالمقلوب جنب علم بريطانيا. الكومنت الثاني يلي عم بيقول لخالد: للأسف حاجة تزعل إننا نشوف علم مصر غلط في مسلسل فلانتينو في الحلقة الثانية النهاردة، ده مش حتى مقلوب ولا من غير النسر، لا الأسود فوق والأحمر تحت والنسر معدول عادي جدا. الكومنت يلي إجا بعده لمصطفى عم بيقول: ساذج جدا، سيناريو من سنة 1950 لا يليق بمشاهد 2020. ننتقل هلأ مشاهدينا لأهم الترندات والهاشتاجات على السوشيال ميديا. كان أول هاشتاج مايك تايسو، أعلن أسطورة الملاكمة مايك أنه ينوي العودة إلى الحلبة إذ سيخوض نزالات استعراضية لأغراض خيرية. الهاشتاج اللي إجا بعده عم يحكي جاري هوفمان، تعيين جاري هوفمان رئيس لرابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم كان هذا الشيء غريب كتير لهالدرجة أنه أثار منصات التواصل الاجتماعي. الهاشتاج اللي بعده هاشتاج مخرج 7، طبعا تصدر هالهاشتاج بعد الجدل يلي صار عند عرض الحلقات الأولى من المسلسل يلي حمل أخطاء فادحة وأكيد رح نحكي عنها بالحلقات المقبلة. معنا برحلة في تركيا ونجيبكم عن كل ما يتعلق بالعقار والاستثمار والعديد من المواضيع الأخرى في برنامج يابانجي.